السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله مشاهدينا لدينا هذا الحصى الذي اعمل به ملء الاطارات الصور سواء 10 في 15 او 15 في 21. اذا مشاهدينا الكرام لدينا هذا الحصى سبق لاستخدام الملء به الاطارات الصور، اطارات خاصه بالحصى. اذا مشاهدينا لدينا هذا الحصى هو قديم بهذا القعر من هذا الاناء من اللصاق الخشبي. احاول ازاله هذا الحصى الذي بقي جد مهم وممتاز، احاول ازالته ثم بعدها احاول ان اقلع الحصى الذي لصق في هذا القعر من هذا الاناء. اذا مشاهدينا الكرام بعدما اقوم بازاله هذا الحصى الذي يتم استخدامه بعد لحظات كل هذا الحصى الذي اقوم بازالته اقوم باستخدامه لهذه الاطارات. هذه الاطارات سواء هذا الاطار اقوم بالملء في هذه الاماكن سواء هذا الاطار او هذا الاطار فهما نفس القياس نفس الصور، يختلفان في حصى الدورة فقط. بالنسبة للمشاهدين لهذا الحصى فهو يجمع اللصاق، لا يمكن إذابته بالماء، أقوم بتسخينه. إذا المشاهدين الكرام لاحظوا معي جيدا، حسب ما ترون أصبح مثل مثل الجلد أو مثل مثل الصباغات القديمة مثلا، أصبح بهذه الطريقة. ماذا أفعل؟ أقوم بإزالته كاملا. انظروا مع المشاهدين الكرام كيف أصبح شكله بكثرة الأقدمية وهو في قعر هذا الإناء. أحاول أن أنفضه قليلا ثم أقوم بوضعه في هذا الإناء من الألومنيوم أو الحديد. هذا أيضا فهو يصعب إذابته بالماء فقط. إذا مشاهدينا بعد انتهاء الحصى الذي أريد أن أعمل به التسخين، هذا الذي قمت بإزالته أقوم برجوعه في الإناء.
هذا سأستخدمه بعد لحظات بعد إذابة هذا الحصى من النار. أقوم بإضافة الماء بقدر كافي من الماء، لأن إذا كنت بإكثار من الماء يستحسن من القليل من الماء، حيث لأنه الماء سيغلي. إذا مشاهدينا الكرام لاحظوا معي جيدا، فالنار هي مشتعلة. هيا إذن أحاول أن أريكم النار. مشاهدين النار مشتعلة، شاهدوا معي جيدا، هذا الماء أصبح أبيض بسبب إذابة اللصاق الخشبي. بعد لحظات سيغلي هذا الماء.
انظروا معي مشاهدينا الكرام، ها هو اللساك بدأ يذوب. إذن مشاهدينا تتمة الفيديو ما زالت مواصلة ومستمرة، نكتفي بهذا القدر حتى يوم قادم إن شاء الله، نواصل تجربتنا حول التدريب والتهيئ لملء إطارات الحصى 10 مضروبة في 15 أو 15 مضروبة في 21. كل هذه التجربة لإرجاع الحصى واللصاق أيضا ومن أجل الاقتصاد. فمشاهدين متابعين وقناة معدات صغيرة وبسيطة، وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من الفيديو، حتى فيديو قادم إن شاء الله نواصل تجربتنا، هل يفصل اللصاق عن الحصى أم لا؟ فمشاهدين دعمونا بالإعجاب والاشتراك فضلا وليس أمرا. في أمان الله وحفظه.